في رومانسية منسية احيانا سرحت في الضيفة واعجبت بيها فعلا وما كنتش بهزر، قلنا صراحة ايوه هم ما لعبوش، انا كمشاهدين كده كده سرحانين. حصل ولا ما حصلش؟ اهلي منعوني من النزول من البيت وكان عندي مشوار مهم وما عرفتش احضر المناسبه. هذا سؤال موجه. احكي يا صفي. كنا زمان في ال في ال في البدايات في 2008 2009. يعني انت كنت بتدرس ايه ساعتها؟ ولا ساعتها كنت لسه في المدرسه. اوكي. فكنا حضرنا، كان في اوديشنز تجارب لستاند اب كوميدي، واتقابلنا، يعني انا مروان اتقابلنا فيه، فقررنا احنا كل اللي تقابله في الاوديشنز دي نعمل مع بعض حفله، وانا كنت بروح ونجرب مع بعض الماتيريال والنكت مع بعض. حفله ستاند اب كوميدي. فللاسف بس ساعتها كان عندي امتحانات الثانويه العامه والاي سي تي، فامي قالت يعني ما ينفعش، ركز في المذاكره وبعد كده هنشوف حوار الكوميديا. وانت عندك حفله ستاند اب كوبين، عندك حفله فوت رحت وما رحتش يا زفري؟ ما رحتش علشان كنت بذاكر، بس الحمد لله ذاكرت ونجحت. وبعد كده عملت كوميديا يا سبحان الله. طب هل في اي رساله عايز توجهها لماما دلوقتي عن اليوم ده؟ ولا هي فاكراه ولا مش فاكراه اصلا؟ مش عارف لو هي فاكراه، بس احب اقول لها شكرا. شكرا على الاولويات الصحيحه. ميرسي، بحبك. طب قولي يوميها ان انت كنت زعلان جدا. اكيد كنت زعلان، بس يعني عوضناها. واخدت منحه للجامعه علشان كنت ذاكرت وشاطر. فها لا، دي اللي هي دي اللي عايزه تعرفها. طب والله صح 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 صح. ده اعلاء قيمه العلم، هي دي بالظبط 108%. حصل ولا ما حصلش؟ احيانا بنام في المكتب. هو مين اللي انا نمت؟ صح. الثقافه اليابانيه في الشغل بتسمح بالنابينج في نص اليوم، اللي هو القيلوله ده، دي حاجه شرعيه جدا في اليابان، واليابان احسن ناس بيشتغلوا. عشان كده الحمد لله انتوا ماشيين ببركه. ممكن نقول ان احنا عشان احنا صاحيين نايمين في المكتب قاعدين طول اليوم شغالين على محتوى، فطبيعي يعني الواحد مش هيلحق يروح، فعشان بقى بس يا جماعه ايوه ده الحقيقه. صعبتوا عليا. حصل ولا ما حصلش؟ مره سبت اكلي في المكتب، رجعت ما لقيتوش وحد اكله. حصل؟ في حد ما حصلوش ده هنشك فيه عامه. واحد شو بيحط اكله في مكتبه؟ ده انا مشكله ثقه في حته الاكل. ايه بقى؟ مش عارف ايه هي، بس هو في يعني لا احكي له واقع بعينها، كل واحد له واقع بعينها. في تعدي على خصوصيات اطباق الناس. احكي لي واقع طبق او اكله بعينها اتاخدت منك. انا كان عندي كومبو وبطاطس، اكلت الساندوتش سبت البطاطس. اما غلبت رجعت ما لقيت. انت انا كيفي كده. فحد اخد البطاطس وخلاص يعني، سامحناها برضه ما بنفرقش. اتقت منتو اتشندر ماي هورتك، اتقت منتو اتشندر اي هورتك، انت شو اغريك انت شو اغريك. السؤال الاخير، حصل ولا ما حصلش؟ الاحكام اللي بتحكموها على بعض، اهلكم في البيت مش مصدقين ان انتوا نفذتوها بجد. حصل في البيت اهلكم مش مصدقين؟ بتحصل. طب خلينا نشوف مجموعه من الاحكام اللي حكموها على بعض الاساتذه. ايه بجد؟ عمي يا جمل. لا بص شكله عامل ازاي. الكوز حليب. ايه
سمك. ايه؟ ايه بجد؟ يا تونة قطع ولا مفتفتة؟ فرقت في ايه؟ معلش معلش تعالى. لم ينجح احد. يلا اشربوا. لا لا مستحيل. لا لا لا. واحد اثنين ثلاثة. صحة الأمراض النفسية. لا 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 ده مقرف قوي. الشطة بتطلع بعد كده. في بذر ليمون. في حاجة صح. وأكتر واحد ضحك فيكو الجوز طه دسوقي. الله يعني ده ذنبي اني بضحك فتح هنا خلاص. هم يا جمل كل قطن لوكس ولا دي غسيل معدة. غسيل معدة هم وتفاع على طول. لا 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 يتفاع على طول. اه يعني ايه القرف ده. ايوه هم يا بلوب بلوب يا سلام. الجوز نوران وعظام. شبه الحاجات اللي هي بتطلع من الفريق دي لما بس انت كنت هاكلها. قادر مش قادر مستوى اكتر من كده. اخر اضافه بولومي. ايه ده ماسك كده ايه؟ بتعملوا كده ليه؟ والكوز معانا ايوه مروان امام. اشربوا معايا تضمنا. المكونات للمشروب ده لبن وايس كريم وشطه. اشرب اظبط اظبط. اشرب اشرب كل كل امضغ. ايه رايك اخيرا حاسس بحاجه. طعمه ايه؟ اوصف لك انا. هتوصف بجد مش عايز. وكوز يا يا ومروان. ليه ليه ليه؟ الله عقاب الحلقه دي سندوتش مربى بالتونه الحبهات. انا بكرهها في حياتي. يا سلام والمربى تمام؟ يعني المربى مش تمام بس. ايوه انا مش عارف. كله فخليه ياكل الاول بعدين فكره. اتفضل يا استاذ اهو. واهو.